بالتالتة بتشارت واتسابي لكارول سماحة واسم الأغنية وحشاني بلادي. ريدي؟ أنا ودي أنا ودي ناولني طرف خدا. واتساب شو اخبارك؟ واتساب هاي شو اخبارك؟ هلا صرت منيحة اكيد انت اليوم كثير منيحة افلع على الضو هذيك الميلة هون هون شو بلشت اخراج؟ لا ما انا بحب الضو بحب الضو الضو بيحبني اكيد اليوم مرتاحة بالبيت وكل شيء يعني ما في شيء زعجك لا انه اكيد بالعكس مسؤولية اكثر لانه بدك تهتم بالضيوف وعم تشتغل بنفس الوقت وتخاف تأثر تجاه حدا على العلم انه انا هون مفروض ضيفة عرفت كيف بس انه يلا خبرين عن اليوم أغنية جديدة وأغنية عراقية وهالمرة اخترت من العراق ضياء الميالي وعلي صابر وتوزيع لمين؟ محب الراوي كان أيوة ولا ليش اليوم ببيتك بالتحديد وأنت اللي اخترت تكون ببيتك ولا المخرج؟ لا المخرج على أساس أنه بده يكون تصوير غير محل بس لما شاف اللوكيشن هون حب اللوكيشن وإذا بيحب وإذا بيت أموت روحي من فانا نعمل اليوم نقى هذا ستيل كله سوا ومش بس هيك كمان ازيائك كله سوا شوي على الفقيه طبعا بسك سدات وقصص وهيك طبعا 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 لازم هي المفروض انه هي ديزاينر مشعوطه يعني عندها كثير كرييتيف وهيك ده مره زعل مني قولوا الله يرحمني اللهجه العراقيه انا بحبها مع انه كثير صعبه وبعدين عرض علي كذا غنية وحبيت هالغنية تغرى فصل الأغنية؟ لا أخذت شوية وقت باللهجة وبدي أقول تانكس للملحن وللموزع اللي عم يشتغلوا معي كتير وكمان لاستوديو حداد كل فترة لها مود من الأغاني مرة الأغاني المصرية مرة الأغاني الخليجية مرة اللبنانية هلا هالفترة هي دعما للعراقيين يعني جاي الأغنية العراقية أخذ مساحتها شوي بسوق الخليج وسوق العربي يعني اليوم قديه تعبتي بالتصوير من 5 الصبح وهي صحي وعيد بكير بس ما كنت يعني ما حسيت كثير بالتعب يمكن لانه يمكن بين اصحابي وبيتي وكلهم يعني حسيت انه بعرفهم ومرتاحه معهم لولا هي من الاساس متواضعه ودمها خفيف فنحن عملنا الكليب على هذا الاساس عملنا بطريقه كوميديه شوي يعني شو بتقولي لكل المشاهدين واتساب خصوصا عيد واتساب صار 3 سنين بقول لهم دايما احضروا الواتساب لانه في افكار حلوه وعلى طول سربريز باي باي